اما هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الطبيه لليوم مشاهدينا لنحكي عن الليزر واستخدامات الليزر. الليزر يمكن احدث نقله نوعيه هامه اليوم في عالم الطب وخصوصا في طب الاسنان، ودائما في حاله تطور لاستخدامات الليزر في طب الاسنان اليوم وتجميلها. اكيد نور، رح نتعرف اكثر على الليزر وابرز فوائده وطرق استخدامه طبعا بطب الاسنان، وهل في له مساوئ او هو امن، وغيرها كثير من الاستفسارات اللي بتخطر على بال الناس قبل ما انها تدخل بهي التقنيات. طبعا كل هي تفاصيل والاسئله رح يطلعنا على اجاباتها ضيفنا بالاستوديو الدكتور محمد شيشكلي، وهو اختصاصي بتجميل الاسنان وتصميم الابتسامة. صباح الخير. صباح الخير سعد. صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نحكي، يمكن قلنا بالمقدمة قديش احدث الليزر نقلة نوعية في عالم الطب وخصوصا في طب الاسنان. خلينا نحكي عن استخدامات الليزر اليوم، ان كان من باب الاستخدام الوظيفي او التجميلي في طب الاسنان. الحقيقة الفائدة الكبيرة من استخدام الليزر او التفكير كان باستخدام الليزر بطب الاسنان هو شقين. الشق الأول هو إبعاد المريض عن الإحساس بالألم والمحافظة قدر الإمكان على النسج السنية. لهيك ببداية التسعينات أو تحديداً ب96 تقريباً ابتدى استخدام الليزر بطب الأسنان. الليزر كان شقين، شق بيشتغل على شيء اللي اسمه النسج الرخوة اللي هي اللثة، اللسان وباطن الخد، وشيء الشق الأهم حالياً اللي هو بيشتغل على النسج القاسية اللي هي المينا اللي هي العظم السني. طيب خلينا نحكي شوي عن ابرز استخداماته بهي المجالات، يعني شو الشيء اللي ممكن انا اقدر اعمله؟ هلا زمان كانوا يفكروا انه فقط الليزر هو لا ممكن يستخدم لتبييض الاسنان فقط لا غير. ابدا، هي هي الفكره الغلط. الليزر اللي نحن بنقول عليه تبييض للاسنان هو بلازما مانو ليزر. نحن هون عم نحكي عن موجات الليزر الحقيقيه اللي بتستخدم ضوء الليزر، اللي بتستخدم موجات معينه للليزر، ان كان موجه الديود او الاربيوم او الاندياج. هذا شيء مختلف تماما عن تبييض الاسنان. نحن ممكن نستخدمه لقطع وتجميل اللثه، توريد اللثه، ممكن نستخدمه حتى للتخدير احيانا بعض المناطق، نستخدمه للجراحه، للزراعه، لفك تركيبات او تلبيسات او عدسات تجميليه قديمه، ممكن نستخدمه حتى حاليا بعلاج الشخير. هذا كنت بدي اسالك عنه، يعني بنستغرب لما نقول استخدام الليزر لعلاج الشخير، كيف بيتم استخدامه وكيف تنحل المشكله من قبل الليزر؟ يمكن بعتقد حسب الشاشه اكيد، حسب الحاله اكيد. هلا نحن حاليا بصراحه الدراسه اللي كنا عم نشتغل عليها هو السبب اللي عم يسبب الشخير عند اغلب المرضى اللي هو انخفاض بسقف او قبه الحنك وارتفاع باللسان وبنهايه البلعوم. فنحن بضربات معينه بالليزر طبعا بدون ما نسبب حروق، يعني بطول موجه معين، بعد جلستين او ثلاثه لاحظنا انه المريض ارتفعت عنده قبه الحنك، زالت كل اسباب الشخير واختفى الشخير بنسبه 80 ل 90%. طيب خلينا نحكي اليوم المزايا، يعني اليوم لما قلت حضرتك انه هو بيستخدم بكثير علاجات الحفر والنخور، هذا الشيء رح يسهل؟ يعني اليوم في كثير ناس كانت تخاف من عمليه الحفر وما الى ذلك، هل استخدامات الليزر رح تكون امنه اكثر؟ اكيد، يعني اليوم اهم شغله بخاف منها المريض هي صوت الدريل او حفاره الاسنان. صحيح تماما. الابره تبع التخدير، الليزر تقريبا انهى الشغلتين، لانه ما عندنا صوت، يعني ما عندنا هذا الصوت تبع الحفر، وما عندنا الم، ما عندنا تخدير تقريبا نهائيا. فانت بشق الاطفال او بناحيه الاطفال انت كنت مرتاحه، وبناحيه حتى المرضى الكبار اللي عندهم خوف او فوبيا من طب الاسنان او من طبيب الاسنان كمان صرنا مرتاحين، غير انه الاذيه كمان تكون غير أقل. الالم بتكون اقل بكثير. اقل يعني، بس نحن دائما عندنا مثل ما قلت خلال حديثك رعب او خوف او الاطفال من خلال الاجهزه اللي موجوده عند طبيب الاسنان، بس ما بنشوف عند كل الدكاتره ممكن الاستخدامات اللي عم تحكي عنها بالليزر، دائما بنشوف هي العده. فشو هي الاستخدامات للليزر من خلال مثل ما قلنا يعني خلال الحديث حسب الحاله ممكن استخدم ولا تماماً. ممكن تدخل الليزر في جميع حالات معالجه؟ هلا الليزر ممكن يدخل بكل مجالات طب الاسنان، ولكن مو ممكن يغنينا عن كل الادوات اللي حكيتي عنها. صحيح. ولكن ممكن يسهل كثير قصص. يعني نحن مثلا سابقا كان المريض لما بيكون عامل تجميل بدنا نضطر نرجع نبرد له هي العدسات او التركيبات اللي حاططها، وهذا الشيء بسبب الم وبسبب صوت مزعج وبسبب حتى اذيه على النسج السني. اليوم نحن باستخدام الليزر لمده 10 او 15 ثانيه على كل سن بدون تخدير ممكن نحن نفك هي التركيبات او هي التلبيسات وبدون اي الم للمريض وبدون اي ازعاج. مثلا موضوع النخور البسيطه او السطحيه عند الاطفال او حتى عند المرضى الكبار، هذا موضوع كثير مهم صرنا نقدر نستخدمه بدون تخدير باستخدام الليزر. ممكن نزيله قطع اللثه، جراحات، زرع الاسنان بدون ما نضطر لمشرط،
قلع ضرس العقل كمان بدون ما نضطر لمشرط مع ارقاء. طبعا الميزه المهمه جدا بالليزر بالعمليات الجراحيه انه هو غير انه هو بيفتح لنا مكان الشق الجراحي، هو بيرقي مكان الشق الجراحي، فما بيكون في نزيف ابدا وما بياثر على الانسجه السنيه. يعني ابدا بالعكس، يعني الشيء الوحيد اللي بيخوف الليزر نحن شيء بنقول له كاربونايزيشن او الحراره اللي بيولدها الليزر، يعني ممكن يعمل تنخر، هذا الشيء محلول بالتبريد، ولكن هو بالعكس هو الاقل ضررا اقل ردا على النسج السنيه. طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن بعض السلبيات، هل ممكن يكون في سلبيات بعمل الليزر ببعض المجالات لهيك ممكن انتم ترجعوا لطرق اخرى؟ هلا السلبيات هي بتنقسم لشقين، شق الطبيب اللي هو التكلفه العاليه لجهاز الليزر او لاقتناء جهاز الليزر بالعياده، والشق الثاني يعني اللي هو موازي على المريض اللي هو تكلفة كمان العلاج. بشكل عام هي يعني فعليا الأضرار الوحيدة أو السيئات الوحيدة لاستخدام الليزر بالعيادة، ولكن بشكل عام هو علاج آمن، علاج حديث جدا، علاج متطور جدا. بالمستقبل يعني برأيي الليزر هو أصلا مستقبل طب الأسنان، بس يحتاج إلى مهارة عالية؟ يعني ما فيني أقول يحتاج أي طبيب طبعاً. اليوم يستطيع طبعاً. أن يستخدم الليزر في طب الأسنان يعني بدوقت؟ الموضوع قد ما هو بسيط قد ما هو بده حرفية ودراية، ولكن ما له موضوع معقد أبدا. يعني ممكن لأي طبيب أو ممارس عام حتى لو ما كان أخصائي باتباعه كورس أو كورسين أو دورة أنه يقدر يستخدم أجهزة الليزر. هي ما أجهزة معقدة، بتجي ببرامج مسبقة مخزنة عليها، فممكن بدورة تدريبية لأي طبيب أو ممارس عام أنه يقدر يستخدم. ممكن الدكتور مع بداية استخدام الليزر يكون في أخطاء شائعة يوقع فيها ولا لا؟ ممكن يكون أحيانا الطبيب بالبداية ما يعرف يتعامل مع الجهاز، ما يقدر يحدد طول الموجة معينة، ما عم يقدر، فهذا الشيء ممكن يسبب شوية أضرار، ولكن هي شيء يعني ممكن تفاديه ببساطة. طيب خلينا نحكي عن مجال الحساسية كمان، يمكن قدر الليزر يدخل بهذا المجال بقوة ويساعد مرضى الحساسية بشكل كبير، نحكي شوي عن هاي التفاصيل. حساسية الأسنان أحيانا بيكون عندنا مرضى عندهم انكشاف لثوي أو عاملين تلبيس او عاملين معالجه سنيه، فبصير عنده حساسيه اسنان. اليوم نحن بتسليط ضوء معين بموجه معينه ليزريه على جذر السن او على المنطقه المكشوفه من السن على الاقنيه العاجيه، هي الاقنيه بترجع لوضعها الطبيعي، بعد جلسه او جلستين ممكن تختفي الحساسيه نهائيا، وهي مشكله على فكره كثير كبيره عند المرضى. يعني في مرضى اليوم ما عندهم اي مشكله سنيه غير الحساسيه. صحيح. عندهم تراجع لثوي، الحوامل احيانا، المرضى اللي عاملين تجميل، فبجلسة أو جلستين عن طريق استخدام الليزر ممكن تختفي الحساسية نهائيا. طيب خلينا نحكي عن استخدام الليزر الشائع والمعروف هو لتبييض الأسنان والحصول على ابتسامة مثل ما بنقول هوليودية، استخدامه المتكرر ممكن يأثر على الأسنان، وقديش الفترة الزمنية اليوم لازم نقول؟ لأنه بعتقد صار تريند وموضة الفينير ونسبة البياض، بتلاقي الناس يمكن أحيانا أسنانها لونها طبيعي وجميل لكن تلجأ إلى الليزر من خلال ابتسامة أجمل. هلا هون في نقطة كثير مهمة، الليزر المستخدم أو الشائع إنه هو ليزر، هذا ما هو ليزر، هذا تبييض بلازما. بيأثر ولا؟ بيأثر طبعا، بيأثر لأنه هو المواد اللي عم تستخدم مع تبييض البلازما هي مواد كيميائية، استخدامها بشكل متكرر ممكن يزيد حساسية الأسنان، ممكن يعمل تخريش للميناء، فهي يفضل تستخدم مرة واحدة بالسنة أو مرة كل ست شهور، يعني مرتين بالسنة. عندنا تبييض بالليزر الحقيقي اللي هو الدايود ليزر، نتيجته أفضل، ضرره أقل. دائم ولا لا؟ لا ما أنا دائم أبدا. يعني اليوم حسب عادات المريض الصحية، يعني اليوم نحن بشكل عام طبيعة شعبنا أنه بيشرب متى، بيشرب قهوة، بيشرب نسكافيه، الشيء الشائع كثير تماما اليوم اللي هو التدخين، الأرجيلة، الفيب، الآيكوس، هذا كله ممكن ما يخلي نتيجة التبييض تدوم أكثر من 24 ساعة. طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم بعض الملاحظات لكل الناس، أو خليني أسميها نصائح وإرشادات. اليوم كل الأشخاص بيحاولوا يحصلوا على أسنان صحية وجميلة، ولكن في أمور كتير لازم تكون تهيئ، وخصوصا بعض الناس المرضى اللي بيعانوا من بعض الأمراض، في ناس تأخذ أدوية بتساهم باصفرار الأسنان، نحكي شوية تفاصيل عن هالموضوع. هلأ لك اليوم النصيحة اللي كتير مهمة أو الاتجاه بكل العالم أنه طب الأسنان صار طب محافظ، يعني نحن بدنا نعطي افضل نتيجه، افضل علاج سواء كان تجميلي او علاجي باقل ضرر ممكن على النسج السنيه اللي هي غير قابله للتكرر مره ثانيه. يعني معامله الاسنان صارت عالميا هي معامله الاعضاء النبيله مثل العين، مثل الكليه، مثل الكبد، لانه انت عندك نسج سنيه
بعد عمر 15 سنه اللي هي المينا ما عاد تزداد بالجسم ابدا، فاي فقدان بالمينا هو فقدان مدى الحياه. فالنصيحه اليوم هو الاتجاه لاي علاج تجميلي كان او علاجي محافظ. كيف يعني؟ نحن عندنا مشكله بارتصاص الاسنان، خلينا نلجا لتقويم الاسنان. ممكن بعد تقويم الاسنان نلجا للطبيب. في مرضى بتجي لا نحن بدنا نعمل تجميل ما بدنا نبعد عن التقويم، بس هذا الشيء له مضار كثير كبيره. صحيح. نحن تخلينا عن كميه كبيره من النسج السنيه، خسرنا عصب الاسنان. ف مثل ما تفضلت يعني نحن اليوم مو الترند انه نحن نعمل اسناننا او نعمل علاج او نعمل اسنان بيضاء، اسنان صحيه بلون مقبول بشكل مقبول يعني هو بالأساس. الشيء الافضل تماما. اكيد بالختام بدنا نشكرك دكتور محمد انيس الشيشكلي على وجودك معنا وكل المعلومات المفيده اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا لك.